طريقة يعتبرها كثيرون فعالة للقيام بالاستخلاص الإلكتروني نظرا لسهولتها، وواحد من أشهر المواقع التي تعتبر خدماتها منتشرة في عدة دول لما تتيح من سهولة في الدفع، ولكنها غير مفعلة بعد في ليبيا، الأمر الذي دعا عددا من الشباب لإطلاق حملة للضغط على المسؤولين بهدف إقرارها. الحملة انطلقت في شهر سبتمبر من هذا العام للضغط على الجهات المسؤولة بهدف تفعيل الخدمة في ليبيا، والجدير بالذكر أنها شهدت أقبالاً كبيراً وتفاعلاً هاماً من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي المهتمين والداعمين لها، واحتل وسم بيبال فور ليبيا الترند في البلاد، وهذا الضغط انعكس فيما بعد في اجتماع المصرف المركزي لبحث الموضوع، حيث أوضح في بيان أن اجتماعه المنعقد في 6 أكتوبر 2021 جاء لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتفعيل الخدمة، ولكن وإلى غاية نشر هذا التقرير لم يتم تفعيلها. حاول التواصل والبحث عن معلومة دقيقة لما آلت إليه نتائج العمل على هذا الملف، ولكن هذه المعلومة وغيرها من التفاصيل يمتلكها فقط محافظ المصرف المركزي وفق مصادرنا. من هنا وبعد الضغط الشعبي الذي أتاحته الحملة، أردنا أن نتعمق في فهم أهمية هذه الخدمة، أبعادها وانعكاساتها على الاقتصاد. تتيح هذه المنصة اللي هي منصة الباي بال للعملاء تحويل أموالهم عبر المنصة بعيدا عن رقابة المصارف المركزية، ويقدم هذا الموقع خدمة العملات الإلكترونية. هي عبارة عن عملة إلكترونية، صحيح لها رصيد، يعني ما فيش حد يقدر، يعني ما هيش افتراضية، هي عملة أو عملات إلكترونية بديل عن العملة التقليدية الورقية اللي نحن نتعامل بها بشكل يومي. ما يميز هذه الخدمة هي سهولة تنفيذ عمليات الدفع عن طريقها، سواء كان في حالة البيع أو الشراء أو تحويل الأموال. وأموال طبعا هي محدودة القيمة، يعني ما هيش مثلا مبالغ كبيرة، ولكن تسهل العملاء أنهم ينفذوا بعض العمليات المشتريات البسيطة عن طريق مواقع البيع الإلكتروني زي الأمازون والإيباي وغيرها من هذه المواقع. موجودة الخدمة في جميع، في أغلب أو في أكثر من 200 دولة تقريبا. سهلت هذه الخدمة طبعا، سهلت يعني عملية الدفع يعني بالطرق التقليدية، يعني بمعنى أنك أنت ما تحتاجش أنك أنت تمشي للبنك وتدير عملية تحويل أو تأخذ صكوك سياحية أو غيرها. وسهلت على المستهلك أيضا أن أو العملاء أن يقوم بتنفيذ بعض الحجوزات من مكانه في أي دولة، طبعا في مكان إقامته، ويقدر يحجز في أي دولة وينفذ عملية الحجز بكل يسر وسهولة، وبدون مثلا يتم تحميله بتكاليف لهذه المعاملات بشكل كبير. ما الذي يحتاجه الشخص لتفعيل الخدمة؟ أول حاجة ما يكونش عمره أقل من 18 سنة، وتكون عنده طبعا بطاقة ائتمانية أو بطاقة ديبت كريدت يستخدمها في فتح الحساب. ضروري تسجل البطاقة، يعني بتكون عندك وسيط سواء بطاقة أو حساب مصرفي تسجله في الباي بال، وبعدها تتم عملية الخصم والتنفيذ عن طريق هذه البطاقة، ويكون عندك طبعا بريد إلكتروني، وهذه طبعا كلها بتسهل عملية إيش، عملية التسوق عبر الإنترنت وتحويل الأموال. ما الذي يميز هذه الخدمة؟ شركة الباي بال يعني حقيقة كانت شركة رائدة في تطوير وسائل الدفع الإلكتروني، وتعتبر هي بداية ظهور ما يسمى بالعملات الإلكترونية. هل يمكن اعتبار هذه الخدمة آمنة في الاستعمال؟ بالنسبة للعملاء يعني الأفضل أن يتم عملية تنفيذ عملية الحجوزات بتاعها أو المشتريات بتاعها عن طريق الباي بال، لأن الباي بال شركة كبيرة عملاقة عندها نظام
عالي الدقة في الأمن والخصوصية، وبالتالي أنت تحمي نفسك لو أنك تميت يعني قمت بعملية تنفيذ عملية المشتريات بتاعك بالبطاقة بتاعك مباشرة. هنا هي ممكن التعرض لعملية الهاكرز، أو مرات تفقد يعني يتم سرقة بياناتك، ولكن عن طريق لما توسط الباي بال فأنت يعني حميت بطاقتك وحميت معلوماتك وحميت حساباتك. إذا كانت لها كل هذه المميزات، ما الذي يمنع تواجد هذه الخدمة في ليبيا؟ بسبب مشاكل بيع العملة وصعوبة الحصول على العملات الصعبة عن طريق المصارف وبالأسعار الرسمية. يعني احنا عندنا في ليبيا أكثر من سوق أو أكثر من سعر للعملة، وعدم استقرار الأسعار. يعني عملية الحصول على العملة الصعبة عن طريق المؤسسات الرسمية اللي هي المصارف وشركات الصرافة وغيرها هي عملية صعبة وغير ممكنة للكثير من المواطنين أو الليبيين. كما أن مصرف ليبيا المركزي أيضا يبدو أنه غير راغب في تواجد هذه الخدمة لعدم سيطرته عليها. يعني سيطرته على عملية حركة الأموال خاصة العمليات الصعبة وتنفيذ المعاملات الخارجية، وهذا طبعا حينعكس على المعروض النقدي من العملات الصعبة وخروجها بدون رقابة كافية، خصوصا في وضع في ظل ظروف مصرف ليبيا المركزي الحالية وعدم قدرته أن يقوم بدوره بشكل كافي للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية وعملية دخول وخروج الأموال. ما هي الانعكاسات الاقتصادية للباي بال إذا ما توفرت في ليبيا؟ بالنسبة لليبيا يعني اقتصاد ضيق واقتصاد ما هوش مثلا من الاقتصاديات الكبيرة اللي يعني تكون لها تأثير عميق على الاقتصاد الوطني، ولكن هي مفيدة لبعض الناس اللي تسافر وممكن بيحجز عن طريق يعني بيحجز مثلا تذكرة أو بيحجز إقامة في فندق أو بيدفع رسوم جامعة. يعني مثل خدمة الباي بال تحتاج إلى ما يسمى بالدعم اللوجستي لبعض المؤسسات الثانية. يعني بيكون عندنا مثلا شركات للبريد على مستوى عالي من الجودة، في نفس الوقت حتى ارتفاع سعر الدولار، هذا طبعا سعر الصرف مقابل الدينار الليبي، هذا طبعا حتى يؤثر لأن حتقل قدرة الناس على الشراء من الخارج. ولكن هي يعني خدمة يعني جيدة وتسهل على المواطنين. نحن بس فقط إن مصرف ليبيا المركزي في ظل ظروفنا الحالية أن يقوم بيطلب بعض الأشياء اللي تمكن من الرقابة على خروج ودخول الأموال وحدودها حتى، وهذا طبعا شيء مطلوب وما هوش مثلا يعني مش غلط. العالم الآن خاصة مع ظهور العملات الرقمية وظهور فكرة الند للند وتنفيذ العمليات المباشرة بدون وسيط ثالث، كلها هذين أشياء تفرض على المصرف المركزي أنه يواكب التطور اللي ساير. يعني إغلاقك الباب في وجه هذه المؤسسات هو ما هوش حل، ولكن الحل أنك أنت تطور من نفسك وتحدث من منظوماتك وتسيطر على قطاعك المصرفي والمالي بحيث أنك يستفيد الناس من هذه الخدمات وفي نفس الوقت تحت كنترولك أنت كبنك. يبدو أن تفعيلها سيتطلب وقتا إضافيا رغم إلحاح ومطالبات بوجودها على الأراضي الليبية، وفي وقت يتطور العالم نحو اعتماد تقنيات وخدمات تربحه الوقت وتوفر عليه المجهود، يبدو أن قدر المواطن الليبي أن يبقى قيد خدمات تقليدية لا تواكب العصر.